هات السهم. حمله الدلني تهدف الى التخويف عن الاخوه المسافرين ضمن الطرقات الموجوده في المناطق المتناثره في الارياف في الشمال السوري. هذه الحمله تهدف الى التخفيف عن الاخوه المسافرين والتخفيف عن ايضا عن اهل المنطقه من عبء السؤال، وتهدف ايضا الى تخفيف الجهد والوقت، حيث يضطر البعض الى البحث عن طرقات داخليه بين القرى. شركائنا بالحمله هن المجالس المحليه، الاخوه، الفرق التطوعيه، بالاعتماد على الموارد المتاحه.